انا اسمي صابرين مديوني من مدينه الكبا والكل اصلي من بوزلفه. قريت خدمت وعرست وبعد اكتشفت موهبتي بعد صراع شوية مع الانكزايتي والكل كي معناتها في طريق اني نتشافى فقط معناتها اللي انا عندي الموهبه ذيك واللي انا نحب نرسم على بدني اللي انا نحب نطلع الستريس اللي عندي والكل نخرجه بالطريقه هذيك. بلاصتك بديت وليت نعيش منها في عام 2019 بديت حالي برشا بيبان بديت نتشارك يعني في خاصة في الهالوين خدمت بالقدا 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 معناتها بلاصتك خدمت اللي في الهالوين عوضت بيه متاع عام كامل. صارت لي مشاكل يعني بيقولوا لي كيفاش مثلا من المسميات اللي صارت لي يقولوا لي انت من عبادة الشيطان انت من الناس اللي كيما نقولوا انت نوع وتدعي حاجه اخرى انت تفثنيه وتعمل في العكس نتاعها ما يجيش تناقض نحي المحرمه ما نعرفش شنو بلا 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 برشا حكايات ما يهمنيش خاطر مادام انا طريقي وثنيتي واضحه مع ربي ما يهمنيش الناس تقول. أنا اخترت أني نكون حياتي واضحة وصريحة ومتصالحة مع نفسي واللي نعمل فيه مقتنعة به ولو يجي ألف عبد يقول لي روعي وحرام أنا عندي قرآن نتبع فيه ما يهمنيش الناس الأخرى شنو تقول في القرآن مش موجود حرام أنك تعمل مكياج أو أنك تبع غرامك أو أنك تعمل لحاجة اللي تحب عليها ولذا الناس الأخرين أو التأويلات الأخرى معاش ما تعنينيش ما تهمنيش. موهبة ذي نحبها توصلني الهوليود نخدم في الأفلام مع النجوم الكبار اللي مقتنعة أني بجي نهار ونوصل غاديك إن شاء الله وزادة مقتنعة أنها باش أني نقدر أني نكون نمبر وان اللي نحل مدرسة أو أكاديمية هنا في تونس تتعلم المكياج هذا أو الخدع تغيير الملامح والكل. نصيحتي للشباب اللي يحبوا يعملوا يتبعوا غرامهم ونقولوا مثلا الغرام اللي انا نعمل فيه انهم ما يأيسوش نعمل اللي تحب عليه وبسلام قد ما تنجم انك تكون من غير ما تتصادم على العبد الاخر والاصرار وعمرك ما تسلم في حلمتك اعمل ولو حتى خطوه بعد خطوه بعد 10 سنين تلقى روحك قدمت قداش من خطوه ما تقعدش في نفس البلاصه كون اصرار باهي وصلك من تحب. ميرسي واضح شكرا على الانترفيو المزيانه وتابعوا وشوفوا واضح على الريزوسيو نتاعهم الكل وانا زاد كيف عندي على ويت صابرين على الانستغرام وصابرين على اليوتيوب وعلى الفيسبوك زاده خلينا كومنتير ان شاء الله لوطا واذا كان عجبكم الفيديو قولوا لنا شنو رايكم.